ده شيء طبيعي جدا، لكن انا من عمري ما التفت لاي حد محبط، لان انا الاحباط ده مش موجود في قاموسي من الاساس. فدايما انا ببقى مع الداعمين، والحمد لله في داعمين كتير ليا جدا، على راسهم طبعا زوجتي نجلاء واولادي. يعني جو البيت نفسه كان جو مهيأ لتحقيق انجاز، والحمد جميل. لله انه تم بفضل الله. يعني الزوجة رحبت بالفكرة، ما قالتش بقى تعليم ايه لسه هتكمله او خلاص بقى احنا نركز مع بنتنا؟ لا طبعا، هو ليه طموح ولازم يحقق طموحه. يعني هو ما شاء الله من النوع المتفائل جدا، يعني عنده كل حاجة ان شاء الله هتبقى احسن وهتبقى واقدر ان انا اوصل لها، فيعني ده حاجة معروفة عنه يعني الحمد لله. جميل. استاذ سعيد، حضرتك بقى جبت مجموعة قد ايه؟ حضرتك جبت 79%. دخلت كلية ايه؟ كلية آداب. تخصص قسم معين؟ ان شاء الله احنا قدمنا، وان شاء الله غالبا هيبقى قسم تاريخ، اللي هو الهدف المحدد من البدايه باذن الله. باذن الله. يعني حضرتك كنت من البدايه محدد هدفك ايوه ان عايز تدخل اداب قسم تاريخ، قسم تاريخ. وبالفعل الحمد لله، يعني نقدر نقول انت التحقت بيها. الحمد لله قدمنا ورقنا خلاص. الحمد لله. الحمد لله. وامان مجموعك ايه؟ جبت 71.5 في علم رياضه، ودخلت الحمد لله كليه الاعلام والتكنولوجيا للاتصال في السويس. يعني بابا شعبة أدبية بس جاب أكبر منك. أيوه ده مجموع أعلى. صح. برضه إحنا عايزين نوضح للسادة المشاهدين إن الوالد جاب مجموع بالنسبة للشعبة الأدبية، ولكن طبعًا مجموع مختلف عن أمان. أمان شعبة علمي رياضيات، الاثنين مش شعبة واحدة يعني. صح. طب قولي لي بقى يا أمان، لما نتيجة بابا ظهرت عملتي إيه؟ انا اللي جبتها له، فبصراحه يعني كنت مبسوطه جدا، يعني اللي هو انا عارفه ان هو نفسه في حاجه وهيحققها خلاص الحمد لله. ورحت بقى البيت، كنت قلت لهم رحت البيت قعدنا نزغرط بقى كلنا، اللي هو وصل لحلمه الحمد لله. انت بقى اللي جبتي له النتيجه ورحتي بقى ايه فرحتيه. ايوه بالظبط. كان احساس حضرتك ايه بقى لما النتيجه ظهرت ولقيت ان انت بالفعل حققت حلمك وهدفك؟ والله في اللحظه دي يعني حسيت باستراحه محارب، يعني ان انا خلاص يعني سعيت لمده 4 سنين، لان انا خدت الثانويه في 4 سنين لظروف ما، فانا حسيت فعلا براحه كبيره جدا. واكبر حاجه يعني كانت ادخلت السعاده على قلبي فرحه زوجتي وامان واولادي مهاب ومهند بالنتيجه. يعني دي كانت حاجه ان انا سبب في سعادتهم، ان هم فرحانين بالطريقه دي، فانا حاسس ان انا حققت انجاز جبار قبل ما ادخل الكليه اللي انا عاوزها.